معانا على الهاتف واحد من كبار نجوم الكرة التونسية سابقا، وهو من عناصر المنتخب ومن نجوم المنتخب الفائز بنهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2004، لاعب الكرة التونسي الشهير السابق كريم سعيدي. كابتن كريم مساء الخير. مساء النور كيف الأحوال؟ مساء النور، أهلا وسهلا، سعداء بمشاركتك معنا في هذا الحوار عبر قناة الأهلي. كيف ترى المباراة؟ كنا نتمنى حظ أوفر للمنتخب التونسي، الجماهير كانت منحازة إلى أقصى درجة لأن يكون النهائي نهائي عربي خالص بين المنتخبين التونسي والجزائري بعد خروج المنتخب المصري في دور الـ16 من السباق. كيف تقيم هذه المباراة فنيا وصعود السنغال على حساب تونس بهدف نظيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنقول مبروك المنتخب السنغالي، المنتخب السنغالي فريق قوي، فريق يعني عنده خبرة طويلة في الكأس الأفريقية، بس نحن تونس هتكلم شوية على الماتشات اللي فاتت. صح ان احنا ما عملناش ماتشات كويسة، ماتشات كيف يعني كيف في المردود المنتخب التونسي في الماتشات اللي بس اليوم الصراحة شفنا منتخب متكامل، منتخب يعني متناسق مع بعض، في أهم حاجة في روح انتصارية من عند اللعيبة. جت عنا ضربة جزاء الأولانية بس أخفقنا فيها، بس الحمد لله في رياكشن من عند اللعيبة. المنتخب السنغالي يحاول بأقصى مجهوده علشان يجيب الجول، بس الصراحة الحارس المرمى يعني أنا متأسف كثير، هذه يعني ثالث مرة بيعمل أخطاء حارس متمركز كويس في الكرات الهوائية. بس نحن نقوله يعني مبروك للمنتخب السنغالي، ومبروك كمان للمنتخب التونسي على الروح الانتصارية اللي نحن افتقدناها في الثلاثة ماتشات الأولانية. كابتن كريم، رغم الخروج من السباق اليوم أمام المنتخب السنغالي، لكن في إشادة من أوساط الإعلام الرياضي المتابع للبطولة ونقاد الرياضيين بأداء المنتخب التونسي اللي كان محل انتقادات في المباريات الأولى ومباريات المجموعة، ثم حدثت نقلة نوعية كبيرة في الأداء، تغيير لعدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخب وتغيير خططي غير من شكل الفريق للأفضل، وزي ما حضرتك قلت دلوقتي إن الأمور تغيرت بدءا من مباراة غانا، وأصبح المنتخب التونسي بيقدم الكرة اللي احنا نعرفها عن المنتخب التونسي واللي تليق بيه. إيه سر التغيير للأفضل اللي حصل خلال مشوار البطولة ده؟ والله كلامك صح، في اللعيبه يعني المنتخب الحالي دلوقتي لو انت تقارنه بالمنتخب 2004 المتوج بكاس افريقيا، منتخب 2004 المنتخب الحالي دلوقتي، المنتخب الحالي فيه فنيات قرديه كويسه، بس ما فيش روح انتصاريه. من الماتش بتاع غانا الاداره الفني حاول غير اللاعبين وحاول شرك اللاعبين اللي هما عندهم كثير يعني كومبيتيشن، وفي العامل البدني هو اثر علينا كثير، بس يعني بشكر اللعيبه مع دخول الخنيسي في الماتش بتاع غانا زاد يعني اعطى عمق هجومي كويس، في ارتباك من المدافعين المنافسين، وصراحه يعني تشوف الفرق بين ماتش غانا والماتش اليوم بتاع السنغال، في روح انتصاريه، في فريق متكامل، في فريق يعني متناسق مع بعض. صراحه يعني انا بقول شكرا للمردود بتاعهم، ان شاء الله الخير افضل ان شاء الله. اخيرا، هل انت مع الاصوات التي ام ضد الاصوات التي تطالب برحيل المدير الفني الحالي لمنتخب تونس ألان جراس وتكليف مدير فني جديد؟ والله انا مع مدير فني جديد، علشان المشكلة المدرب ألان جراس يعني لسه جاي جديد، لسه مش عارف اللاعبين التوانسه، لسه مش عارف الفنيات بتاعهم، لسه مش عارف اللاعبين الاجانب اللي لعبوا في تونس هل هم بيلعبوا كثير في الفرق بتاعهم ولا لا. انا باعتقادي ممكن بندوا فرصه للمدرب التونسي اللي هو يعرف المنتخب ويعرف البطوله المحليه ويعرف يتابع كثافه اللاعبين، يعني زي روجيلمير يعني نجح معانا كثير في البطوله التونسيه وغير شكل المردود المنتخبات في تونس. ان شاء الله يعني انا عندي ثقه في المدرب التونسي لو يدينا فرصه ان شاء الله. اشكرك جدا، نجم الكره التونسيه السابق واحد النجوم الفائزين بلقب نهائيات كاس الامم الافريقيه عام 2004 كريم سعيدي، شكرا جزيلا لك.